حذرت الخارجية الفلسطينية من مجازر جماعية إضافية ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الهجوم على مستشفى ناصر الطبي استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى. وفي سياق ذي صلة، كشفت الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل توسيع غاراتها الدموية ومجازرها الجماعية وإحراق المنازل في دير البلح والمحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.